صباح الخير، شني حويكم؟ لبس عليكم، نقرب شوية الكاميرا. نسلم عليكم ساعة قبل ما نمشي ننشر الحويج. لبس ان شاء الله يا ربي ديما تكونوا بخير ونعمة. توحشكم برشا، توحش الروتينات. صحيح انا بعت برشا على الروتينات من قبل، حتى من اخر المرمى توقفت المرمى، توقفت انا على الروتينات وعلى كل شيء. حسيت هكا رجعتكم شوية شوية. توا خطر جات التحذيرات مروحه لكندا، وانتم تعرفوا الناس الكل مروحه لوليداتي، ومروحه زاده لطبتي استناو فيا، خاصه بعد مرضتي الاخرانيه. خذيت لي مواعيد بنتي سميه باش نمشي ديريكت نعمل تحاليلات جدد ومواعيد جدد ان شاء الله لاباس. المهم انا خاصه كي مشيت العمره وجيت حسيت روحي مورا ياسر مرتفعه فرحانه. صحيح قلبي يوجع على خاطر باش نخلي راجلي لهنا، باش نخلي ميمتي واخواتي. تعودنا بها، المغتربين الكل يعرفوا الكلام هذاك نقول فيه، اللي هو خارج من القلب يوجع بالحق. ما نوجعكمش قلوبكم بالنسبه للمغتربات، ان شاء الله ربي يرد غربتكم على خير وترجعوا معناها لعائلاتكم وتعيشوا اللي عشتوا. انا صحيح 6 شهور عشتم لهنا، تعداو فيسا ما حسيتش بيهم خاطر نحب تونس. تونس تتعاش فيها الحقيقة، لا كيفها كندا ولا كيفها فرنسا ولا كيفها أمريكا ولا كيفها أي دولة. تونس وحدها، تونس محلاها العيشة، محلاها والعائلة، محلاها والقطوس يعض فيا. يودي يحشم يحشم. شو عامل؟ شو أخص يبدي يحب يعضني من يدي. أخص رخص نور الدين والله يشدوا العصا يهرب يجري. قال لي علموا شدوا العصا، قلت له من مدللتها. أخص مدلتها ان شاء الله كي نمشي دبرسك. قلت له ربيها انت، انا لي قدامي لا باهي. يزينيش يتاو يا بنتي، يزي تلوج على يدي يا بنتي، يزي راكي كح راكي كلب راكي حلوفه راكي حلف. والله العظيم راني نموت عليه، ما نجمش نضربه. يقول يا بنتي اضربيه، ساعات تهجم علي واللي هو يجي يجري. والله العظيم اسيلو هاكم منوش تضحكوا منا حسيلو. اش كنت نقول؟ يعني المغتربات معليهم كان يروحوا ان شاء الله يعدوا جو كبير في تونس مع عائلتهم، حتى شهر بركة يكفي. خاطر علاش انتوما؟ انا عشت السنين هذيك البرة قبل ما نروح، يعني انا عشتها كي عديتها. انتوما قاعدين تعديوا اللي عديتوا انا، واللي عداوا برشا من المغتربات والمغتربين في عمري انا واكبر مني واقل مني قاعدين يعيشوا. وفما زعما مربوطين بالغربه ما ينجموش يروحوا. انا خاطر نرجي نروح اكلي بالسيف عليا، لازم نروح. حتى ميمتي كنت قبل يعني نروح نطل عليها شهر، ولا هي وبابا الله يرحمه كان حي، شهرين ماكسيموم 3 شهور نروح لكندا، خاطر وقتها ولادي صغار ما ينجمش نخليهم وحدهم. توا تختلف، توا نرجي نروح وما عادش يحب يعيش في الغربه. هاو كان انا وياه مع عشرة سنة وكل يعني تشغل وقته، ولا انتريتو ما عادش كيما قبل. خاطر الانتريتي راهو يعمل في مرتو، يعرف الدار يقلق. توا نور الدين لي يهزني، يمشي هو للثانية ولا يمشي مثلا كيما اليوم خاطر كل يوم نمشوا معاه البلاصة، يا اما للثانية يا اما يجي على الوراق يهزني معاه، ما يخلينيش نقعد وحدي في الدار. برام في النهار وكل وحدي يقول لي ما تقعدش وحدك. وزيد هو يتونس يبدي يحكي، نور الدين من النوعيه اللي يحب حد معاه في الكهرباء باش يحكي وكل شيء. حاسي اليوم قلت له لي اليوم عندي قضيه، نحضر في روحي للمرويحه، باجاجي محلول لازمني تو نقدو ونريقلو. قديت البارح نص وما زدتش نكمل معاكم انا النص الثاني، يعني تو نوريكم كيفاش باش نعطيكم طريقه معناها انا ونتوصل بها توصل لقى الباجاج نتاعي بالسلامه. عندي شويه صابون حطيت في الفجر، قمنا في الفجر حطيته تغسل، قمت نلقاه شيح كهو عاد هو شيح معناها تعصر بالكدا. ونور الدين سخنيه انا ناسي الغساله ما حليتهاش وحلها لي، مبرك ما حطش الصابون. نور الدين قلت له نستنى باش نقوم باش نمشي نشرهم نلقاهم حشيحين حسيلو، ولا عملها سرحها. تعرفوها انتوما سرحها 15 دقيقه بركه من غير ما زادها الشامبو نتاع المعون نتاع الحوايج، حط لها الماء وبعديك تصبط الماء وبعديك عصرت. الحمد لله عاد تو باش نبدا نشرب معاكم في الصابون. المهم قلت لكم انا سي معناها حضرت نحضر في الباجاج نتاعي. عندي في الدار زادة عندي قضيه باش نخمل الدنيا، تعرفوا معناها خاطر انا ماشيه يحب لي على الاقل 6 شهور باش نجي. وحتى كي نمشي جمعه
كي نمشي ونجي نلقاها داخله بعضها الدنيا. ما تعرفوا راجل في الدار وما يقضي لي، يطيب وقت اللي يطيب، في تواتي يكنس يكنس، اما 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 ما ينظمش كيما مثلا كيما المراه، فهمت؟ كانوا معون يحطوا في الكل كل كل نظيف ولا مسخ، يحطوا على 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 الرخامه، تعرفوا جينا على سد طاوله العمل اللي احنا نقولوا، فهمت؟ على الرخامه كان بانو ينجم يحطوا فوق الفرجدير عادي عنده، وطاوله معبيه فيها كل شيء، فهمت؟ على القهوه، فهمت؟ على السكر، فهمت؟ حسين وانتم تعرفوا معناها ينظف وكل شيء، لكن ما عندوش نظام، ما يعرفش. وهذه مش راجلي بركة، هذايا اللي رجال الكل، رجال الكل عندهم الحكايه هذايا، ما مش كيما المراه، المراه وحدها، المراه ما شاء الله عليها تعرف النظام. فما رجال ينظموا الحقيقه، لا فما رجال، عندي خويا، عندي خويا شكري ما شاء الله عليه، يعني يقضي مع مرته، يصل معون في رمضان ولا غير رمضان، وينظم، ينظم المعون، ينظم، تعرف شنو معناه ينظم؟ ويمسح الطاوله نتاع الفطور، ويلمها ويعمل لها وحده بالجافيل، ويعاود يمسح بوحده شيحه، يعني قضيه ما شاء الله عليه هكاك، ملي خلق ربي هذاك شكري خويا كبر هكاك. صح المراه اللي خذيته الله غالب، يا بعدي وخيتي عملت فيا يا بنتي، اش بيه باش تهز هذه تهزها وتطيرها يا بنتي، سالم يا بنتي عصير. عاد قلت لك اليوم مش نخمل انا، الله غالب، انا مش نعمل اللي عليا، وبعد كي دخلها بعض، وانا مانيش، انا مش موجوده، انا مش موجوده، لا عين تشوف ولا قلب يوجع، خاطر انا من نرجع من دارنا والكل نلقاها الدنيا داخل بعضها والكل، وتعرف كنت المرلون الحقيقه، ما نكذبش عليكم، الحقيقه الحقيقه كنت المرلون نخرن، كنت كي نرجع من دارنا نلقاها ماهيش منظمه، وش مش منظمه معناها حاجات حتى ما يتحطوش يتحطوا، كنت نخرن الحقيقه ما نكذبش عليكم، ماماتكم هادي خرنينا في امور كيما هادي نخرن الحقيقه. بعديك لقيت روحي باش يتيح القدر بيني وبين راجلي، قلت تسمعوني ما فيش فايده، سلمت او كان هنا، كان مانيش تاعبه ومانيش مريضه، راني ننظف ونعمل حاجات، واذا كان لقيتها معناها ما نجمتش شيء برشا عليه، نولي نخليها نسكت، نعمل ونسكت، المهم بسكيت، كان قضيت ولا ما قضيتش بسكيت، خليها خير من نقعد يتيح القدر بيني وبين راجلي. وهذه نصيحتي انا في عمري لكل نساء اللي صغار وكبار، اسمعوني، راهو التخرنين ما يجيبش، راهو التخرنين ما يجيبش نتيجه، ريت حاجه من راجلك، خاصة لنتريتي، خاصة لنتريتي، ناس الكل تشكي، انا قابلت برشا ناس من الفاميليا، من اي حد، يقول لي الراجل يخرج انتريتي راهو شيحنا ريقنا. الحقيقة ما تغشوش مني انتوما الاولاد، ما تغشوش مني، هذه حقيقة. الراجل يكون مشغول بخدمته، 24 ساعة يخدم ما شاء الله وكل شيء، من بعد يلقى روحه في الدار، كون جي في الدار، قاعد، كون جي فور ايفر، يعني كون جي على طول. يولي يقلق، شنو باش يعمل كي يقلق؟ يولي يدور هذه شبيها هنا، هذه نطيب لك، نوعية راجل يحب يطيب باش خاطر يقلق باش يعدي وقته، هذه هذه هكا وهذه هكا، فهمت؟ أكل يولي يدخل لها في شؤوننا احنا النساء، يدخلنا في حاجات أخرى، ويولي تولي المرأة أحسن. سلم يا بنتي، نعرف والله صعيبة كلمة سلم، أنا نراها من روحي، فهمت؟ سلم، أعطيه كل شيء، خليه هو كاين يدير لك هو الدار، مش مشكل. تدخل الدنيا بعضها، نعرف والله صعيبه، الحقيقه صعيبه، مش باش تعملوا، انقص مشاكل، انقص مشاكل، كي يدخل لك في الدار ميساج خليه يدخل. توا اللي مغروم بالقهوه صح عليها المراه، اما كيما انا مش مغروم بالقهوه، مغروم بالخرجه، يهزني معاه. اليوم قلت له لا مانيش خارج، اليوم قلت له عندي ما نقضي باش ننظم من دار بالحق داخله بعضها، باش ننظف الدار وباش نقد الباجاج نتاعي، خاطر انا اليوم شنو؟ اليوم جمعه، يجي هو بعد ما خرج توا، قلت له برا امشي يخرج باش يجي. باش هو قال لي تنصور لك، مشي باش يشري زريعه، اش اسمها هذيك، الزعفران، زريعه الزعفران، مشي باش يشري، يحب يجربها، فهمت؟ كان قال لي تنصور الراجل نشهره، خاطر راجل مليح وكل شيء، حسيلو دخلتكم هذا في هذا. المهم ما حبيش نخرج معاه هنا، قلت مانيش ماشيه، خليني نخمل داري ونكمل ننشر الحوايج، وبعد باش نمشي طبعا، بعد ما نشر الحوايج باش نمشي نقد الباجاج نتاعي.
هذاك الاولاني. ومن بعد خاطر مازال بكري تنظيف ودوره في الكوجينه والصاله والدير الكل، قلت خليها اخر حاجه، خليني نقد باجاجي هو المشكله الكبيره. خليني ننشر الحوايج الصغار اللي هما حوايج صغار ما يتنشروش قدام قدام الناس يعني، ونرجع لكم. باهي باهي، انا قديت باش ما نطولش على الفيديو باشا. هما نفسهم قديت الفريجه الكبيره الاولانيه، حطيت فيها الهدايا الكل، حوايج ولادي ديليكاتو، الحاجات المضخمه وكل شيء حطيتهم وحده، لا زيوطه ولا فحات ولا حتى شيء، على خاطر الفحات والزيوطه لا قدر الله كل هكا تتفرط ولا تتهلك الحوايج الكل. ديما ردوا بالنا بالرغم انا رده بالي، حتى هذوما فيهم حوايج شتاء، انا حاطه فيهم حوايج شتاء وفي جموات لبستي، حطيت شويه فرشته في القاع كيما تشوفوا هكا هاك، حطيت شويه فرشته في القاع يعني قاع الفليجه، باش نحط توا الحاجات المضخمه نوريكم الساعه. شو هذي شريتو السميه مقفول الكسكاس من عملاه الحبه، نروح لها بكعبه السنه برك ونربي سهل هاك، خاطر النحاس اللي عندي كله كبير وما قزرتو زاده، وليت خديت له واحد انوكس حليته يعمل عشاء يعني به يعني تاع عائله صغيره به. خديته لها من عند عزيزه ب 55 اخر كعبه لقيتها وقتها. هذايا باش نعمل له، هذايا باش نحطو على القاع ديريكت اللوطه بالكل، هو باش ما يتكسرليش، لكن انا راني فرشه حاجات فهمتو. وشنو باش نعملو باش ما يتهلكليش؟ مثلا بيجامه نعملو هكا، شفتو نتويها 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 ونحطها بينها وبين الفليجه هكا، باش حتى كي يرميوهالي ما تتكسرش ما يتعوش فهمت هكا. واللي ديما في الوسط ماهمش على جنب، يعني ديما في الوسط ما تحطهمش في جنب نتاع خاطر تنجموا يتكسروا به. وزاد كيف كيف اي حاجه عندي لهوتها خماراتي مثلا ونحطهم بينهم وبين الفليجه باش كي يترمى ما يعملش. وبالنسبه لهذا النجم الخطار نجم نحطه هكا قاعده، هذين نحطه على جنب هكا او نحطو على باش ما يخليش مساحه باش نحطو على جنب فهمتوا هكا بجنب خوف. اما زيد شوفوا انا باش نحط حاجات مثلا انا روبتي مهزتها نتاع لبستي، هذوما لبستي انا ما يسالش كنحطهم مع الزيوت او الفحل ما يجرالهم حتى شيء، واذا كان جرات لهم حاجه قدر الله ما شاء فعل. كالعاده نتويهم هكا باش ما يشدوليش بلاصه، وعلى فكره الطريقه هذه راهو تخلي لك الفليجه ديما فاضيه. نحطو هكا باش ما يتضربيش من هنا باهي. انا عندي هنا حنه صاحبتي موصتني على الحنه عراقيه، فجبت لها حنه باش نحطو فصل الكسكاس لهنا معاها شويه بخور للبنات ولادي هاك. والتمر هذايا للولاد حطيت فصل المقفول باش يرزع. وتوش باش نعمل انا باش نعبيه كالعادة منه نخليه نتأكد اللي هو ما يمسش الحرف منه، ومن بعد عندي دبيب زيت ماء زمزم باش نحطه من هنا. لا 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 باهي، باش الماء زمزم شوف كيفاش عملته هنا دبيب زيت لوليداتي اللي بقالي هذايا، عملتها لفيتها سكرتها بالكدا ولفيتها بالسكوتش في بالكدا بالكدا، عاودت برشا مرات باش ما يتحلش. وهذيك نلفو في محرمه في خمار اي حاجه ونخليهم سبورت بعضهم، كي يبدو هكا مع بعضهم يبدو قوه متحده. دوك نحطهم على جنب، تو انا هذه نتاع الزيت راه فهمت، تو هذوما تقول شنو هذوما خديتهم في بالي باش نحط فيهم الماء قله بلاستيكه باش بلاش نحط فيها ماء زمزم شويه قالوا لي راهي تتحل في ساعه ماهيش ما تسكرش بالكدا
وليت خليتهم فارغين، من بعد غادي كي نوصل كندا كل واحد من عائله في ولادي ولا في صحابي نجم نعطيهم من هذوما نعبيه لهمش برشا، خاطر ما زمزم ما تنجمش تعبيها كل خاطر تهز برشا. هذاك فهمتوا؟ توا عندي انا شاريه شاريه فيكتوريا، بما انا ما تلبسش الجلبابات شوف شريت لها هذايا، هذايا تاع اكسسواريز هاوكا عجبتها برشا. هذايا تحط فيها حاجات على الاقل هي حويجه معناها مع بنياتي كالعاده، لمي لفيتها هكا في حوايجي انا باش ما تتكسرناش هاكا، وباش نحطها فصل الكسكاس على خاطر على فصل المقفول هاي هكاكا هكاكا تقعد راكحه وما يجرح حتى شيء. باهي خلينا نوريكم العسل اش عملتلو. شوفوا العسل على غالب ما خاطر انا شريت دبابز 3 كيلو لولادي ما نجمش نخليهم في دبابز باللار يتكسروا لي مش مضمونه وبصت برك الله معنا بزيد. فانا اش عملت دبابز جازوز زوز هما خاطر 3 كيلو ديما اقل من 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 لتر، الكيلو اقل من لتر، فانا فرغت مجاوني لتر ونص لتر ونص معناها هذوما يعني دبوزه نص دبوزه نص يعني لتر منه وجاوني لترتين بالكي، هذه لتر وهذه لتر. فهمت؟ 3 دبابز حطيتهم هنا غلفتهم بالبلاستيك ومن بعديكا بالسكوتش كيما هكا بقدره ربي يخطو لاباس، وحطيتهم كيما قلت لكم حطيتهم في الفليج اللي فيها الزيوطه والدينيكول، ونزيد لكمتها في روبتي. شكون يعرف لا قدر الله تصير مشكله هكا تصير كان على حوايجي انا مش حوايج ولادي. نحطهم زوز بحذا بعضهم هكا، نزيد بعد راه باش نعملهم بالبدا معنا. هذايا زيت زيتونه ترتين خديتهم سميه حبيت ناخذ اكثر لكن الباجاج قال لي ستوب. وعلى فكره رانيا انا عملت الباجاج خليني باش نلفها هذا الباجاج عملته وحده بركه ما كفتنيش سميه، زدت خديت لي باجاج اخر الثاني فيه خلصت عليه 90 دولار يعني حكيت 160 تونسية. المهم خطر علاش الكيلو كيجي زايد الكيلو في هنا في تونس كي يبدا زايد تقريبا 60 ولا 100 ولا 100 دينار وباليورو ظهر لي باليورو الكيلو، فتولي برشا عليا. عاد انا كي نشري فليجه هكا نهز فيها اللي نحب احسن من اللي هكذا نحطو حتى هكا صافا هكا مقلوب على باش ما يتكسرش. وعندي هذوما الحق خليتهم من عجبوني خليتهم من العمره من المدينه، قلت نهز كعبه كعبه للبنات وعطيت كعبه للنجيبه هكا ما نعرفش هكاكا. ومازال عندي توا جبابل برا باش نزيدهم للفليجه. هذه ممكن 20 كيلو توزن، هذه ديجا وزنتها نلقاها 20 كيلو يعني مازلت عندي 3 كيلو هنا و 3 كيلو هنا، مازال عندي شويه الفاح باش ناخذ من خديجه وكهو والحلوه هذيك ما تحسبش ما تخوش تعمل الحلوه هاجر باش نهزو في يدي هذاك. انت عيب بعد خلينا نسكرها خلينا نشوف هاي هاي عيب بعد يا ودي قومي يا بنتي قومي يا بنتي قومي، شفت شعامله فيه ولا تخليني نمس حتى شيء. حسيبي هذه بالطريقه هذيك، وزيد بعض الحوايج اللي بقاو لي بيشيحوا توا جبابي باش نحشيهم لهنا الدير ساير باش يسابورت يعطيني سابورت للفليجه، ومن فوق باش الحوايج ما يترشقوش مثلا لا قدر الله ما المعون يتعوج لي نتاع سميه ولا زيت يتفلق ولا اي حاجه، يبدا سابورت بالحوايج بقدره ربي لاباس. خاطر انا قبل نعمل بالطريقه هذيك وتاخذ الطريقه ناجحه والحمد لله، والقطوسه ما خلتنيش نسكر الفليجه باش نوريها لكم على غالب. هاو البارح وريتكم انا هذيك العاده هذيا لازم هذا السكوتش اللي نستعمل فيه هنا هذيا هذيا نتاع الصفر نتاعنا، خاطر هذيا نحطها في كرومتنا كي نرقد بصراحه بعيده ياسر يعني قداش اقل حاجه 9 سوايع من اوروبا لكندا ديريكت، خاطر الكلقا لي ديريكت
من تونس لألمانيا ومن ألمانيا ديريكت الكالجاري، أسهل حصيل. هذا هو الميزان اللي وريته لكم البارح، خذيته بثلاثة وأربعين سعودي، يعني قارب ثلاثة ريال يجيو قد الدينار التونسي، خاطر 43 دينار تونسي. هاو كنحطو نوحلو في الباجاج، غنجيب نوريكم في حاجة. هذه عندي متاع اليد، هذه ما عنديش الحق في أكثر من ثمانية كي. شفتوا هذه ستة وشوية، أنا عندي الحق في ثمانية. شفتوهم سهلة برشا، لا محالة الكبيرة رزينة. نوردين هو اللي وزنها لي، ولا رخدت القطوس. من بعد كي يجي نهار نسافر نعاود نشوف الميزان، نجيب الفحاطة نتاعي باش نحط الفح لهنا باش ما نحطوش في حوايج ولادي. وان شاء الله ان شاء الله مانيش ماشيه برشا فيح، سمية موصي على فيح وموني، مش باش نشري برشا فيحات، اما اللي لازم لازم حسين. باش ناخذ رطل مثلا تابلو كرويه، رطل كمون ملحي، فلفل اسمه هذاك فلفل زين رطل، خاطر علاش على الميزان. والله برغم زادتني ما نجمش، يعني باش ناخذ شويه ملوخيه زاده، وباش ناخذ البسيس على الاقل زوز كيلو. البسيسه هي اللي مش نحب ناخذ منها زوز كيلو، خاطر مفوحه وبالكدا من عند مرت خويا لازم ناخذ منها، فهمت؟ ف على الاقل قد زوز كيلو سبعة ولا ثلاثة كيلو. هذاك علاش انا نحايل مع الفحات، الفحات ديما نهز وديما يبقى من عام، ديما يبقى العام الاخر كنهز بالكيلوات. المرة هذي قلت خل نهز رطل. هذا هو الميزان تاعنا، سامحوني لالا سيريز ما حبتش راقدة هيك، ولا كان مريكم راقدة رخدت جملة واحدة، وانا كنا ما نحيرهاش الحقيقة، ما نحيرهاش مهما كان مهما كان، ولا كان على حسابي. كنهار باش نصلي وهي ريقت على السجاده، يا بنتي نحيلها، نورديني عارك، يا بنتي نحيلها السجاده قوميه. قلت له ليه، مشيت فرشت حاجه اخرى وهي ما مسيتهاش، خليتها رقدت على السجاده وقت تكمل ما عندي ما نعملها، وانا صليت على اي حاجه اخرى ماهيش مشكله. توا باش خليها راقده وباش نمشي عاد نلم الدنيا، مش باش نحط شيء، خاطر انا باش الدنيا سخونه، ولا توا سجادتكم شوي وخزر العرق، الدنيا سخونه برشا، باش طبعا نخفف ونحي الحجاب وكل هذا كله يلزمها حركة، خاطر يعني حسيلو. ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم. هذا هو ماشي انا نجيبة، باش نمشي نجيبة وقتاش السبت، ممكن الفيديو هذا يكون في يوم السبت. ماشي نجيبة نهار السبت، هي اللي المفروض نهار 27 قبل 26، نهار 26 طيب العصيدة تاع زقوق، وما حبتش عملت عصيدة عربي، وقالت لي نستناك انا على عصيت الزقوق، لان انا ما طيبتش، انا ما نحبش، ما كان حاجتي راني تعرف المراك تتخرن تنجم تشري عصيت الزقوق، اما انا ما حبيتش، قلت على راسي باش نقعد نخرن وانا قريب نروح نبعد احسن، اقل عارك واقل مشاكل وكل شيء حاسيلو. قلت فك عليا، فقالت لي نجيبها لي انا باش ما حبيتش طيبها، تستنى فيا لين نجي انا وياها نطيبوها مع بعضنا نهار السبت ولا نهار الاحد في الصباح، مانيش عارفه حسيلو. انا مش مبيت عندهم ليله تاهو حسيلو. نشوفوكم بالك شي غادي في دارنا، كان ظهرنا صورنا، يلا ما كانش نرجع، كي نرجع لداري سليمان لهنا نشوفكم ان شاء الله، ولا نشوفكم في المطار باذن الله. يلا دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبة قبل ما نسكر نقول المتابعة هي تعرف روحها إيتش، نقولها برج صدري حسيلو، موعدنا كما هو كما تفاهمنا، ونهار تفاهمنا العشرة نتاع الصباح بإذن الله نتقابلوا غادي. ونقول لكم توا دمتم في رعاية الله، تحية للناس الكل، ما تنسونيش من لايك، تنسونيش من أبوني اللي تفرج فيها، شجعوني، وأنا باش نروح غادي لكندا باش نرجع لروتيناتي في الكوجينة والكل، وممكن لايفات زادا نرجع لهم، اكثر انترنت واكثر وقت وكل شيء، باش ملي قاعده ما عندي ما نعمل فك الايامات باش نقعد غادي. نحييكم الكل، نحيي كل تراب تونس كلهم اللي موجودين في تونس واللي موجودين في الخارج، واللي مول الجزائر والمغرب وليبيا
وكل الدول العربية، مصر وكل الدول العربية كلها. نحبكم برشا، تحياتي ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.